انا معاك ليلى. وي نعم اختي سناء، شنو قلتي؟ قلنا واحد الطبق اللي غنصوبوه من الباربه. فعلا هما مافن ديال الباربه. مافن ديال الباربه، مافن بالباربه غادي نحتاجو فيهم في المقاد. كيجيو هاد لي مافن كيجيو لذاذ بزاف، وكيجي فيهم واحد المذاق. حتى يصيبوا المستمعات ويجربوا عاد غادي يقولوا لي شنو المذاق ذاقوا. لان انا بزاف ذاقوا عندي وجدت صحاباتي الناس اللي كان اللي كندوقهم كلهم قالوا لي ودرتي فيه كذا كذا، كنقول لهم نهائيا. والغريب ان ما درتش فيه فعلا، وفعلا كاين هذاك المذاق وما عرفتش من جا. المهم تجربوا وغادي يكتبوا لينا يقولوا لك شغل في الصحه ديالك الرسميه، ويقول لك راه صح كاين ذاك المذاق وما عرفناهش الناس. إذا المقادير غادي نخلي المذاق، غادي نخلي ذاك النكهه سير الرياح تكتشفها راسو. إذا المقادير غادي نحتاج 3 ديال البيضات. نعم. 100 غرام ديال الحليب، يعني كاس صغير الحليب، كاس ديال اتاي غرام روك حليب، وكاس ديال زيت الزيتون او الزيت النباتيه ايضا نفس الكاس. جوج كيسان ديال الطحين او 200 غرام، وثلاثة ديال الحبات ديال الباربان مسلوقين، وشويه ديال الفرماج محكوك، شويه ديال الزيتون خضر. داك الزيتون خضر غير باش يعطي اللون زوين مع داك الغوز، كيجي داك اللون زوين خضر الغوز. غنحتاجو معلقه كبيره ديال الخل، وشوية ديال الملح، شوية ديال الكمون، واحد كيس ديال الخمارة. هاد لي مافن زوقتهم بواحد الخليط، درت فيه ثلاثة المعالق ديال الفرماج طري بيض، ودرت فيه الماء الباربة فاش كنسلقوها، كناخدو فيه شوية من الماء ديالها. كيعطينا داك الملون غوز، غادي يلون لنا هاد الجبن الطري بداك اللون غوز. إذا هادو هما المقادير، نعاودهم: ثلاثة ديال البيضات، كاس صغير ديال الحليب، كاس صغير ديال زيت الزيتون او الزيت عاديه، جوج كيسان ديال الطحين ديال العنبه او 200 غرام، ثلاثه ديال حبه البربه مسلوقين، شويه ديال الفرماج محكوك، شويه ديال الزيتون خضر، معلقه كبيره ديال الخل، وشويه ديال الملح، شويه ديال الكمون، وكيس ديال الخمار. الدجين خدينا ثلاثه المعالق كبار ديال الجبن طري او اكثر على حسب واش كتبتك في الدجين او لا، وشويه ديال القطرات من الماء ديال البربه. اييه. الطريقه كناخذوا خلاط كهربائي، كنديرو فيه البيض والباربه وكنطحنوه مزيان حتى كنحسو بحال خليط. المهم اللون ديالو راكم عارفين اللون البربه كيفاش كيعطي غزال. تيشهي هو قبل ما طاب، كيشهي اللون ديالو الشكل ديالو. اذا كنزيد داك الزيت والحليب، وكنزيدو باقي المقادير، يعني كنزيدو الطحين، كنزيدو الخماره ديالنا، وكنكبوهم هاد الخليط هذا، وجوج الفرماج الزيتون بطبيعه الحال، الخل، الكمون، كنجدوهم وكنكبوهم في مولف ديال المافن ديال الوليدات. نخلو غدو شكيل كيعجب الوليدات الصغار، كنشدوهم كنكبوهم فيهم، كنعمروهم ثلاث أربع، يعني كنخليو الربع الأخير هو فاش غادي يتنفخو غيطلع، وكندخلوهم الفران يكون ديجا مسخن قبل على 180 درجة، وغنخليهم تقريبا واحد ثلث ساعة في الفران، كيطلعو تبارك الله وكيتنفخو كيجيو خزارين. إذا وكنخليهم يبردو مزيان. كنشدو ديك الجبن ديالنا وكنديرو فيه دوك القطيرات ديال الماء البربه باش كيعطينا داك اللون غوز، وكنخلطو مزيان غير بالفرشيطه ديالنا، حتى كنخلطو مزيان. درتهم في واحد الجيب حلواني وزوقت بهم من الفوق لشكل وريضات من الفوق، وكنقدمهم للوليدات. كيجي بنين بزاف هاد المافن، زعما على ضمانتي ان شاء الله. اكيد ورائعين ورائعين هاد الشهيوات.